بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن بغي نفوتو فوق حريزي باش ندورو قبال حمامي، لأن الخشة تعذيفية إن شاء الله نخلوها من بعد إلا حقنا الوقت نقولوها دروك. كان يسكن الشيخ بسويكت وحده الهواري بوكسال، كانوا عندها ثلاثة أو أربعة أطفال. من بعد كان فني أحد الهواري البوكسر كان يسكن المازوني. المازوني ما كانش عنده الصغار، كانت عنده إلا شيرة واحدة. من بعد اليتيم محمد اللي كان عنده زوج أولاد، بالمناسبة تحياتي إليهم. من بعد بحرية اللي عندها عبد القادر، من بعد كان عبد القادر بن شرف اللي هم فوناس الحيين الله يطول في عمرهم. من بعد ما ننسوش بن دلة اللي عنده عبد القادر وبالطاهر. من بعد كان واحد يسموه ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديما، وانا حومتي راس العين وانا حومتي راس العين. هذا كاين واحد يسموه أئي، هذا يضحك بزاف. اسكن من جهتكم وزاد اسكن، زاد جا اسكن من جهة لا غلاسيير. أئي هذا اسكن حتى في سكنة سي عدة اللي خرج منها الشهيدة إيقاش العالية منا لك، هو كان يسكن من تما لك قبال حمامي. من بعد كاين حدا أي كان يسكن قادة المعسكري، ما ننساوش شارف الشوشي. من بعد جا خوه الحاج. هذه الجهة بكل صراحة هذه هي اللي كانوا حداهم هنايا. وانا حومتي راس العين وانا حومتي راس العين راحت وما بقاش، هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين. ديك نروحو للخشة تاع الريفية، الله يرحمها ويوسع عليها. الريفية كانت تسكن منا لك، كان يسكن حداها عباس الوهراني، ما نساوش الهواري بافيست. نزيدو كذلك كان يسكن حدا فاضل، وزيد شويه شويه ديك الخشه مجاهد احمد، ما نساوش كان حمامي. قضية هذا حمامي هو من الاقدم السكان هنايا في راس العين. حمامي السكنة تاعه شراوها على اسبانيولي، هو اللي باع لهم السكنة تاعهم. هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين، ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح. السكنة انت حمامي هذيك اللي كانت بكري انت مدام جيل مانيال، هما شروها على اسبانيولية. هذي حمامي الله يرحمه ويوسع عليه اللي عنده محمد، عنده الهواري، عنده احمد عبد القادر، عنده ابو عبد الله، عنده مروان، وعنده يوسف. الله يطول في اعمارهم. وعنده خمس شيرات الحيين، الله يطول في اعمارهم. واللي موتى الله يرحمهم. ما نسوش حمامي هو خانه من خانات راس العين، هو هنايا في الجهه هذه هو من الاولين اللي سكنوا البلاصه هذه. سكنة حمامي هذه نهار اللي جاوا رحلوه ما تفاهمش معهم، وهذا الشيء من حقه، لان الكونفور اللي عنده الداخل والتسع اللي عنده ما يلقاش حتى لو كنت تعطيه بلوك كامل الروح. بكل صراحه عنده ان كونفور لاباس به، جاي في المدينه وكل شيء حداه،
هو وليد هنا خدم واحد الخدمه واحد القرايه ما تفاهمش معاهم، راه مازال قاعد هنايا. وحمامي هو من اقدم السكان في الناحيه هذه. غزل في عيني غير البارح ذكريات، كي كانت راس العين وكي ولات، راس العين خلات والصور تهدم والغرس دبال ما بقى في الارض خضار. ما ننسوش عائلة بوادي اللي هو محمد والعربي والمهدي. محمد الأستاذ اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه، إنسان زين وطيب وإنسان لباس به، ما تقف لباس به. نزلوا حدا هناك كاين واحد قديم كذلك، وقديم بزاف كذلك، هو السي سعيد. السي سعيد الله يرحمه اللي عنده ربع شاشرة، عنده الحبيب وعنده محمد وعنده الشهيد وعنده عبد القادر. السي سعيد كان دايرنا بكينا يا بابي فوت، وكنا نجوم كل جهة نلعبوا عنده، تبقى سكوت خفيف وتبقى تلعب كاع النهار. إنسان طيب وطيب بزاف بزاف بزاف، وعنده 5 ولا 6 شيرات مانيش متأكد مليح، الله يحمه ووسع عليه. ولاده حيين الله يطول في أعمارهم، وكاش وحدين ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم. كي كانت راس العين وكي ولات، راس العين خلات والصور تهدم. اليوم دخلنا التيران فيما الجهة الفوقانية، يعني كتجي على المقبرة على اليسار. نبدو بعد بتيرالو اللي هو أبو زيد وأحمد، الحوش الزايوج هو تاع السي الطيب. هذا السكان قدم في الحقيقة هنايا. من بعد نزيدو بن مشرق الصديق، من بعد كان التالي هو عقب الجلالي. عقب الجيري هذا هو الفاميلا نتاع سي بن يحيى الله يرحمه ويوسع عليه، والله يجعل ربي يغفر لنا ولهم. من بعد كاين الجرار الهاشمي، من بعد نشوفوا فنيك احدى جرار الهاشمي كاين بالعيفه صالح، ومن بعد محمد ولد قراز كاين سكين كذلك من لك. من بعد كاين المهوب، ونزيدو حدا كاين الزهواني، من بعد كاين بالعيفة راحل، ماشي بالعيفة صالح ولكن بالعيفة العياشي. وقبله كان كاين التواتي أنفاس وولد علال. هذا ولد علال مسكين عندهم شهيد الله يرحمه ووسع عليه ويجعله من أصحاب الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. ثم كاين الجماعة تاع أبو بكر الصديق اللي كان مقابله الصديق نتاعنا الله يرحمه ويوسع عليه. من بعد كاين قربيش اللي هو عدوه القرع، وكاين قريقش، من بعد كاين خاتير ولد علال وراوي فرطاس. هذه هي الجهه اللي منا راهي سلكت. من بعد كاين جهه اخرى دوك نرجعوا لها اللي هي جهه الدرج. قبل ولا كانوا كاين الدرج اللي يطلعوا في القناه، في الطلعه تاع الدرج كاين مقاري. من بعد جا القرع زيدان، كاين كذلك حداها الجلالي كتجي طالعه، كاين القرع بن سعيد وكاين القرع سعيد. هنايا نحبس شويه عند بلقندوز.